مرحبا، معكم زيد الخوري وعباد العمري من معهد زكا بإربد. أنا خريج هندسة طبية وحيوية من التكنولوجيا، وشريكي خريج طب بشري من مصر. معهد زكا هو عبارة أصلاً عن محل التحف والأنتيكات والأشغال اليدوية، الحرف اليدوية. زكا هي بالأصل كلمة يابانية تعني أي شيء ممكن تجمل فيه حياتك، بيتك أو مظهرك. هدفنا من هذا المحل هي يعني أهم شيء تطوير الحرف اليدوية ودعم أصحاب المهارات اليدوية. Don't you come back no more. I didn't understand you.